الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد. الحمد لله. أبشروا أحباب قلبي وروحي، أجمل لحظة أنك تجلس وتتحدث وتسمع الحديث عن شيء أنت تحبه، ويكون ممزوج بضحك وابتسامة وسرور وبشارة. اليوم حقيقة بعيد عن أي تعقيدات ممكن تكون فنية مهنية أحترمها، لكن اليوم كلامي معكم، أنا معك في البيت، وأنا معك على الموبايل، وأنا معك بين يديك في سيارتك، في مكتبك، أينما كنت، عشان أوصل لك رسالة واحدة بس، رسالة عظيمة جدا. إن من أسعد لحظات المحب أن يجلس مع من يحب، وأن يتحدث عن من يحب. إن من أسعد لحظات المحب أن يجلس مع من يحب، أو أن يتحدث أو أن يسمع الحديث عن من يحب. فصلي على من نحب، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحبيب الأعظم والنبي الأفخم صلوات ربي وسلامه عليه، مقامه عند الله عز وجل عظيم، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا نعمة عظيمة. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. هذه النعم العظيمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة عظيمة ممتلئة في كل وقت وفي كل حين، عندنا عطايا عظيمة. أولاً، أعظم نعمة هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أورد ذلك الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: نعمة الله التي لا تعد ولا تحصى سيدنا النبي. الله. قال: نعم، لأن كل ما في سيدنا النبي جميل، كل ما في سيدنا النبي بشارة، كل ما في سيدنا النبي صحبه وسلم رسالة لك، أبشر. واليوم مسألة عظيمة، نحن اليوم نمر بحادثة كبيرة جداً، يعني رجت العالم والكون أجمع. هذه الحادثة العظيمة ليس لها من دون الله كاشفة، لكن هناك أشياء إذا فعلناها كشف الله سبحانه وتعالى عنا ما نزل بنا. الصلاة على النبي لها مقام عظيم، أبشر بنعمة الصلاة على النبي. حقيقة أبشر بنعمة الصلاة على النبي. في صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلتها ورددتها رفع الله عز وجل عنك ما نزل بك. لما؟ لأن الله أمر أمراً بدأ به بنفسه، هو الذي قال عن نفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه فقال: الملائكة هي أيضاً معي في هذا، ثم ختمه بعباده المؤمنين، لم يقل مسلمين ولم يقل عموم الناس، ختمه بعباده المؤمنين. لما؟ لأن المؤمن المحب، أينما وجد الحب وجد الإيمان، وجد سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم إرثه وميراثه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. فقال في القرآن الكريم قولا عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خذ هذه الصلاة ورددها، واعلم أن ببركتها سيرفع الله سبحانه وتعالى ما نزل. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي، الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم آمين. لما تسمع هذه الصلاة تتذكر مباشرة سيدنا كعب ابن مالك صاحب سيدنا النبي. سيدنا كعب كان مهموم، واليوم من فينا ما عندوش هم؟ من فينا مش مكروب؟ من فينا مش خايف على نفسه وعلى جيرانه وعلى أبنائه وعلى أحبابه وعلى أصحابه، على كل هذا الوجود وما في إنسانيته؟ إنسانيته تجعله يخاف حتى على الدواب، ويخاف على النباتات، ويخاف على الجمادات، يخاف على كل شيء. هذا إنسان مؤمن محب، إنسان قلبه مشبع بالإنسانية. سيدنا كعب كان كذلك. فلما جاء سيدنا كعب يسأل سيدنا النبي، قال: يا رسول الله، كم أجعل في يومي وليلتي من وقت أصلي عليك فيه؟ أنا عندي اليوم 24 ساعة، 8 ساعات نائم، 8 ساعات مشغول في الشغل عشان أخذ بسبب هذا الشغل يعني المال لأقتات به، أعيش به، أكون به مستقبلي وحياتي وأسرتي وأصرف به. 8 ساعات نوم، 8 ساعات عمل، 8 ساعات هذه موجودة في حياة الإنسان، ماذا يفعل فيها؟ 8 و 8 و 8 24، 24 ساعة هذا اليوم. عمرك مقسم على هذه الثمانية. لو عمرك 60 عام حتلاقي 20 عام نوم، 20 عام عمل، 20 عام هذه في العبادات والطاعات. فكم أجعل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، أنت حر،
كما تحب. فقال: أجعل ربع وقتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل ثلث وقتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. أجعل نصف وقتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل وقتي كله في الصلاة عليك، لا أفعل شيء إلا أني أصلي عليك. هنا فائدة: أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد مقبولة، عندما تصلي عليه مقبولة. ولو أنت ماشي في الشارع وحد عدى قال لك: لو سمحت فين بيت فلان الفلاني؟ تقول له: بص صلي على النبي، اللهم صلي عليه. بس الكلمة دي اللي أنت قلتها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد فهي مقبولة. فلما سيدنا كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعل الوقت كله في الصلاة عليك. قال: إذن يكفيك الله همك، ما بقاش عندك هم خلاص. خايف ما تخافش، زعلان ما تزعلش، مكروب لا تتعرض لهذا الكرب ببركة الصلاة على سيدنا النبي. قال: يكفيك الله ما أهمك، وفرج الله غمك، وكشف كربك. هذه المقامات كل واحد منا يريدها زيادة، وأبشر بالزيادة. قال: وقضى الله عنك دينك. الله أكبر، تفريج للهم، مسح للكرب، إزالة للغم من حياتي، وقضاء للدين، كل ذلك بشيء واحد وهو الصلاة على الحبيب المصطفى الزين صلى الله عليه وسلم. قال: يكفيك الله ما أهمك. طيب لماذا هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبكل أنواعها، الصلاة الإبراهيمية والصلاة التي ذكرناها اسمها الصلاة النارية، وفي الصلاة التاجية وصلاة العظيمية، أنواع كثيرة من الصلوات وكتب كثيرة ألفت في الصلوات. خذها وخذ معها مني في هذا المجلس 40 فائدة. ركز، خذ 40 فائدة أختم بها هذا المجلس المبارك. 40 فائدة عظيمة اليوم أحتاجها أنا وأنت. أبشر بكل واحدة، أبشر. فإذا صليت على رسول الله امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا. امتثال الأمر، وهذه بشارة. أبشر، موافقتك لله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي، إن الله يصلي وأنت تصلي على الله، على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبشر بالثالثة، موافقة الملائكة، أصبحت تفعل عمل أنت والملائكة متوافقين فيه، بشارة. 4، حصول 10 صلوات في كل صلاة تصليها، الدرهم بـ10 والحسنة بـ10 والصلاة بـ10، تجارة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يصلي عليك 10 مرات إذا صليت الواحدة على الحبيب المصطفى، أبشر بهذا. أبشر أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرفعك 10 درجات بكل صلاة. نعم، أبشر، يكتب الله لك سبحانه وتعالى بكل صلاة 10 حسنات. أبشر، يمحو الله سبحانه وتعالى عنك 10 سيئات. أبشر، يستجيب الله لك سبحانه وتعالى دعوتك. أبشر بالصلاة على الحبيب المصطفى، تكون الشفاعة لك يوم القيامة، يشفع فيك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبشر، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سبب لغفران الذنوب وستر العيوب، عندك ذنب وعندك عيب مستور بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أبشر، سبب كفالة العبد ما أهمه لا تكون إلا بالصلاة على سيدنا النبي. اليوم أنت مهموم، خايف من المرض، خايف من البلاء، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك الله عز وجل ما أهمك، ويكشف الله سبحانه وتعالى عنك كربك. أبشر، سبب قرب العبد من مولاه ومن حبيبه ومصطفاه الصلاة على سيدنا النبي. اليوم لما تأتي إلى أي محفل من المحافل تريد أن تجلس في الصفوف الأولى، في الفيرست كلاس، في الفي اي بي، انت رقم 1 تريد ان تكون في الصف الاول، جزاك الله خير. هذا لمن يدفع في المال، الدنيا بالمال والاخره بالصلاه على سيد الرجال. كلما اردت شيئا في الدنيا تاخذه بمالك، لكن اذا اردت مقامك يوم القيامه لا يكون الا بالصلاه على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فقال: ابشر بهذا القول، اقربكم مني منزلا يوم القيامه، اكثركم علي صلاه، وقال: أحاسنكم أخلاقا. أبشر، الصلاة إذا صليت على النبي تقوم مقام الصدقة، كل صلاة تصليها أنت تتصدق، وفي ميزان حسناتك صدقة تكتب لك. أبشر، الصلاة على النبي سبب لقضاء الحوائج، عندك حاجة لم تقضى وتريد أن تكون حاجتك مقضية، صلي على الحبيب المصطفى خير البرية، يقضي الله عز وجل لك كل ما تريد. أريد أؤمن بيتي من هذا الوباء وهذا المرض وهذا الخوف الذي نحن فيه، صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أريد أن أكون مطمئن، صلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أريد أن أكون إنسان هادئ، ريلاكس، مرتاح، مش خايف، مش مضطرب، صلي على الحبيب المصطفى يطمئن قلبك. ألا بذكر الله
تطمئن القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله وصحبه وسلم تكشف الغمة. الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبب أن الله يصلي عليك وملائكته، فأبشر، لأنها صلاة الله عليك، ربنا بيصلي عليك. لماذا يصلي عليك؟ لأنك صليت على الحبيب المصطفى. أبشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زكاة لك وطهارة لقلبك. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم زكى قلبك وارتقت نفسك. الله تبارك وتعالى خلقنا لثلاثة أشياء، منها أننا نزكي أنفسنا، قد أفلح من زكاها. إذا أردت أن تكون إنسان مزكى مفلح بشهادة الحق، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنال هذه البركة. أبشر بالصلاة على الحبيب المصطفى، تبشر بمقعدك في الجنة قبل موتك، قبل أن تموت تبشر بمقامك في الجنة، إما رؤية منامية أو رسالة ربانية يحصل لك هذا الأمر، ترى مقامك ومجلسك في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أبشر، فالصلاة على الحبيب المصطفى سبب للنجاة من الأهوال في الدنيا ويوم القيامة. في الدنيا أمان ويوم القيامة لا تخف. لما؟ لأنك تصلي على الحبيب المصطفى. زيادة أن كل الناس لما تأتي يوم القيامة يؤخذ من حسناتهم إذا أخطأوا في حقوق الناس ويوضع عليهم من السيئات، ممكن الناس تأخذ كل الحسنات الموجودة عندك إلا الصلاة على النبي لا يستطيعون أخذها. لما؟ أمر من الله سبحانه وتعالى. أبشر لأن الصلاة على الحبيب المصطفى سبب لرده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليك. قال: من صلى علي صلواتكم معروضة علي، ومن سلم علي رد الله علي روحي، فأرد السلام على من سلم علي. كل مرة تصلي فيها على النبي، كل مرة تسلم فيها على النبي، أبشر أنت في خير، فالمصطفى يرد عليك. سبب في رد الحبيب المصطفى للسلام عليك أنك تصلي عليه. في حديث عظيم وهي من البشائر أيضا، قال: إن أعمالكم معروضة عليه فأعلم صلاة المشتاق من غيرها. اللي بيصلي كروته بين عند سيدنا النبي، واللي بيصلي بقلب حاضر عاشق متمني أن يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، راجي قرب النبي صلى الله عليه وسلم، معروض على رسول الله هذا الحال. هذا عالم البرزخ يعلمه الله سبحانه وتعالى. أبشر، فالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبب أن يذكر اسمك عند النبي. في حديث قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة أعطاهم أسماع الخلائق أجمعين. أسماع يعني يسمعون الخلائق، وفي رواية أسماء، سمير وفادي وأحمد وزيد وعمر، كل هذه الأسماء موجودة عند هذه الملائكة. ما هي مهمتهم؟ إذا صلى سمير على النبي عرض اسمه على النبي، إذا صلى زيد وعمر على النبي عرض اسمه على النبي، فهي سبب ذكر اسمك عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمك مذكور عند النبي في الروضة النبوية، مسألة عظيمة. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه سبب في طيب المجلس وطهارته، وأن يعود أهله يوم القيامة بخير كبير لا بحسرة. كل ناس يجلسون في مجلس ولا يصلون على النبي، يبقى هذا المجلس حسرة عليهم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه لا يبقى عليه حسرة. اليوم أنت جالس في البيت لمدة يعلمها الله سبحانه وتعالى، اجعل هذه الأيام أيام اتصال مباشر بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه. أبشر بسبب الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينفع عنك الفقر، ما في فقر عندك. أبشر بسبب الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنت لست بخيل. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فأبشر أنت لست ببخيل. أبشر فنجاة العبد يوم القيامة وفي الدنيا بكثرة ذكره للحبيب المصطفى والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه لا يكون إنسان مرغوم، أي بمعنى يرفعه الله مقام. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فمن صلى عليه نجا من هذه المسألة. أبشر، الصلاة يوم القيامة تأتي لصاحبها وتأخذ بيده إلى الجنة مباشرة، تعرفه طريق الجنة، يدخل إلى قصره من دون حساب ولا عتاب ولا عذاب، حتى أنه لا يرى النار أصلا. الله سبحانه وتعالى قال: لا يسمعون حسيسها. من هم؟ أصحاب الصلاة على النبي. أبشر، الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنجي الإنسان وتنجي المصلي من نتن المجالس التي لا يذكر فيها اسم النبي،
كل مجلس اجتمع فيه ناس لم يذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: وكأنهم تفرقوا على جيفة شيئنة، فإذا صلوا على الحبيب المصطفى طاب ذلكم المجلس. قال: كرر علي ذكره يا حادي، فذكرهم يجلو فؤاد الصادي. وقال: كل مجلس يذكر فيه الحبيب المصطفى يطيب، ويطيب المجلس بالحديث عن الحبيب المصطفى. من البركات والكرامات العظيمة، وأقول لك أبشر بالصلاة على الحبيب المصطفى، أنها سبب لتمام الكمال في الكلام. يعني إيه؟ يعني الإنسان إذا بدأ كلامه بالصلاة على الحبيب المصطفى بلغ الكمال في كلامه، وإذا فقد الكلام على الحبيب المصطفى والصلاة عليه فقد الكمال في كلامه. يعني لو أنت في ميتنج أو في خطاب أو في مجلس أو في تعليم أطفال أو طلاب أو مدرسة أي مسألة من مسائل الدنيا موجود فيها هذه الأشياء، إذا أردت الكمال فيها صلي على الحبيب في بدايتها، يرزقك الله عز وجل الكمال. وإذا فقدت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ضاع منك الكمال في هذا الكلام. أبشر بسبب الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يفوز الإنسان بالجواز على الصراط، يدخل الصراط كالبرق الخاطف. لما؟ لأنه يصلي على الحبيب المصطفى. أبشر، الصلاة على الحبيب المصطفى تخرج العبد من الجفاء. الجفاء هو عدم ذكر المحبوب، والمصطفى يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. إذا أكثرت الصلاة على الحبيب المصطفى رفع الجفاء بينك وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبشر بسبب الصلاة على الحبيب المصطفى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنك راض، والله سبحانه وتعالى يجعل لك الحسن في الدنيا والبرزخ والآخرة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى أن تصلي على الحبيب المصطفى في الدنيا، وزيادة أن ترى الله سبحانه وتعالى. أبشر بسبب الصلاة على الحبيب المصطفى تتنزل عليك رحمة الله. أبشر ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى يكون كل شيء في حياتك مبارك. أبشر بسبب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزداد المحبة في قلبك وتتضاعف. لما؟ لأنك إذا ازدادت المحبة في قلبك وتضاعفت زاد في قلبك الإيمان. نعم، أبشر محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزداد لمن يصلي عليه، فإذا صليت عليه أصبحت محبوبا. يقول الإمام البرنسي: ليس السر أن تكون محبا، إنما السر أن تكون محبوبا. استثمر هذا الوقت في الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. أبشر، فبسبب الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحصل لك الهداية لقلبك، وأصلح بالهم، يهدي قلبك وبالك وروحك وسرك. كل هذه المقامات العظيمة ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى سببها وبسببها يعرض المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعمالكم معروضة علي. يرى النبي صلى الله عليه وسلم عملك ويقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم. بسبب الصلاة على الحبيب المصطفى أقول لك أبشر، فالله يثبت قدمك في الدنيا وفي الآخرة على الصراط. اليوم الناس تخاف وجلة، خائفين من هذا الوباء ومن هذا المرض، تثبت بالصلاة على الحبيب المصطفى، وفي البرزخ وفي الآخرة أيضا. بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تؤدي ما عليك من شكر النعمة الكثيرة والقليلة. إذا أقللت أو أكثرت من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبح مقامك عند الله عظيم. لما؟ لأنك تصلي على الحبيب المصطفى فأنت تقدم هذه النعمة الكريمة. أبشر، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إحسانه سبحانه وتعالى. أبشر، من أعظم الثمرات الموجودة في هذا الوجود الصلاة على الحبيب المصطفى المكتسبة بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعظم شيء انطباع صورته في روحك، انطباع صورته الشريفة في روحك الكريمة وفي نفسك اللطيفة. وفي الختام، فإن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زاد المؤمن القريب في الترقي إلى المقامات العلية، فهي للمبتدئ دليل ومعين، وللسالك حصن حصين، وللعارف بالله نور ويقين، وهي لكل الناس غيث وبرد وسلام. ردد معي وقل: اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل حين أبدا
عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم من جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما وأبشروا.